إذن أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، هذا أخوكم العالمي يعود معكم في حلقة جديدة، في حلقة اللي إن شاء الله جاي فيها الأخبار السارة والتي ينتظرها جميع المغاربة. طبيعة الحال شفنا كلنا بأن السنة ديال 2020 كانت سنة ديال المشاكل وسنة ديال الأزمات، وشفنا بأن المرض أصبح يتحكم فينا وحبسنا في ديورنا لمدة شهور. الكل يبحث عن الحل، الكل يبحث بأننا نرجع فقط للحياة ديالنا القديمة ونرجع للحياة ديالنا الطبيعية. الكل يتساءل الآن واش الحياة في 2021 أتكون هي نيت ما مررنا به في السنة ديال 2020 أو لا غادي يكون شي اختلاف. اليوم الأخبار السارة بأن الأمر سيكون مختلف في السنة ديال 2021. كنطلب منكم أول شيء أنكم تشاركوا هذه الحلقة على أوسع نطاق وأنكم تديروا لايك لهذا الفيديو لأن المعلومات غادي تسر كثير من المغاربة. وهنا كما شفتوا معنا منذ البداية ديال السنة ديال 2020 بدأت المشاكل في العالم، بعض المدن بدأت كتسد، بعض البلدان بدأت كتسد، المطارات سدات، السياحة توقفت، الاقتصاد بطبيعة الحال طاح، الناس ولات تسد عليها في الديور، الناس فقدوا العمل ديالهم، الاقتصاد طاح بواحد الشكل اللي هو قوي، كاين ناس اللي دخلت في ازمات نفسيه اللي هي قويه، كاين ناس اللي وصل بها درجه انها تمشي تنتحر ولقات ان هذا هو الحل الوحيد في ظل هذه الوضعيه. حنا شفنا كيفاش في البدايه كنا واخدين المساله غير بالضحك، ملي كانت المساله كاينه في الشينوا كنا واخدينها غير بالضحك، راه ما كاين والو، ولكن ملي وصلت للبلاد عندنا تبين بان الامر حقيقه. في الاول سدينا على راسنا 3 شهور، قلنا غادي تسالي ديك 3 شهور غادي نخرجوا، حتى شفنا بان القضيه ما بغاتش تسالي والارقام عاد مزيده كترتفع، وما حد الوقت كيدوز الا والارقام كترتفع لدرجه اليوم وصلنا ل 3500 حاله كل 24 ساعه، والحالات اللي ربما مستعصيه وكتحتاج الاسره ديال الانعاش بدات كتزاد، الشيء اللي كيشكل واحد الخطوره على المنظومه الصحيه بالمغرب وعلى المنظومه الصحيه بالعالم، في العالم يعني بشكل عام. يعني المرض ماشي كما كنا كنتخيلوه بديك السهوله، فقط غادي يدوز الوقت والمرض غادي ينسانا، لا، المرض ما حدو كاين، هو كيتزاد، ما حد الوقت كيدوز وهو كيتزاد، وغادي يدير عندنا واحد الضغط كبير اللي غادي يخلينا اننا نرجعوا للمساله ديال الحجر الصحي والاغلاق. السؤال اللي كيبقى مطروح هنا، شنو هو الحل باش ان العالم كله يرجع للحياه الطبيعيه ديالو؟ شنو هو الحل اللي غادي يخلي ان الارقام انها غادي توقف وان هذا الشيء ما غاديش يبقى ينتشر على الكيفيه اللي هو بها في يومنا هذا؟ طبيعه الحل، الحل الوحيد هو اننا نلقاو الدواء او اننا نلقاو اللقاح اللي ممكن انه يخلي ان العدوى ما تبقاش انها تنتشر. فإذا ما كانش لقاح اللي هو فعال واللي يقدر يدير واحد الحد لهذا المرض هذا والانتشار ديالو، كونوا متاكدين بانه ما غاديش يرحمنا وما غاديش يتسوق لنا لجيوبنا، وما حد الوقت كيدوز الا وغادي يخلي ان الارقام ترتفع ويحط واحد الضغط كبير على المنظومه الصحيه، الشيء اللي غادي يخلي انه يكون هناك واحد الشلل في الاقتصاد في العالم باكمله. وهذا الانهيار ديال الاقتصاد هو اللي غادي يخلي الدول انها كتجري ودايره واحد السباق باش انها توصل للقاح، لان الانسان كيقول لك وصلوا لاي حاجه ما توصلوش غير لجيبه، لكن الدول تازمات وطرات لها واحد الخسائر كبيره اقتصاديا، الشيء اللي كيخلي دابا حاليا اي دوله داخله في واحد السباق باش انها تحصل على اللقاح هي الاولى، انها توقف هذه الازمه داخليا باش انها ترجع تنعش الاقتصاد ديالها. وهنا باش اننا نوصل للقاح هو بحد ذاته واحد التحدي اللي هو كبير، تحدي اللي هو كبير، واحد السباق اللي هو مع الزمن، كلما تاخرت اي دوله باش انها تحصل على اللقاح الا وكيساوي ذلك من واحد الجهه اخرى واحد الخسائر اقتصاديه اللي هي كبيره. وما هادشي بلا ما نقول لكم شحال المغرب كيخسر مليار ديال الدرهم كل 24 ساعه تاخر فيها وهذه الازمه مازال عنده. يعني اي دوله يعني بخاطرها ولا بلا خاطرها غادي تولي تقلب على اللقاح بزز منها باش انها توقف هذا السيل ديال الانهيار الاقتصادي اللي كاين. وهذا هو الشيء اللي خلى حاليا ان كثير من الدول وصلت للقاح وكتقوم بالتطوير ديالو وكتقول بانها قريبا غادي تخرجه الى الاسواق. وانتم شفتوا بحال مثلا امريكا كنتكلموا على منصف سلاوي والمشروع ديالو في تطوير اللقاح، كنتكلموا ايضا على بريطانيا جامعه اوكسفورد، كنتكلموا ايضا على الصين، كنتكلموا على الامارات، وكنتكلموا على العديد من الدول اللي هي في الاتجاه ديال تطوير اللقاح والحصول على اللقاح. حنا بلا شك في حلقه سابقه كنا تكلمنا وقلنا بان غادي تكون هناك واحد المنافسه غير شريفه، علاش؟ لان غادي يكونوا بعض الشركات اللي ماشي الهم ديالهم هو انهم يلقاو اللقاح، غادي يكون الهم ديالهم هو الحصول على المال بحكم انهم كيعرفوا بان الشعوب تبحث فقط عن اللقاح، يعني عارفه بان ذاك المنتوج هو مطلوب وغادي تبقى تمشي في واحد الاتجاه اللي هو تجاري، كما تكلمنا على روسيا وتكلمنا على العديد من الدول، الا ان هناك شركات من ناحيه اخرى اللي بالفعل عندها واحد التجربه طويله جدا في المساله ديال اللقاحات وعندها واحد الخبره اللي هي قويه، بحال من اليوم اللي غادي نتكلموا مثلا على الشركه الصينيه اللي دار معها المغرب واحد الاتفاقيه. هاد الشركه ديال سينوفارم هي معروفه بالخبره الطويله ديالها في تطوير مجموعه ديال اللقاحات، ماشي في غير هذا المشكل ديال كوفيد 19، وفي هذا المشكل بحد ذاته ديال كوفيد 19 استعملت واحد الطريقه اللي هي ذكيه جدا. اللقاح اللي صوبته اعتمدت فيه على اساس انه ملي غادي يدخل الجسم ديال الانسان ما غاديش يقوم بواحد العمل اللي هو كبير، غادي يقوم فقط بتعطيل العمل ديال داك المرض ديال كوفيد 19 انه ما ياثرش عليك سلبيا
انه ما ياثرش على المناعه ديالك، كتعطلو شيئا ما في التاثير ديالو على الجسد ديالك، ثم فيما بعد كتساعد الجسد ديالك على انه يفرز مضادات الاجسام باش هكذا الجسم ديالك يولي تلقائيا كيحارب المرض وما يخليش ان المرض يتمكن منك. يعني بلغه اخرى بان هذا اللقاح اللي وصلت له الشركه ديال سينوفارم هو لقاح يشتغل بواحد الطريقه اللي هي كلاسيكيه جدا، الشيء اللي كيخليه امن على الجسم ديال الانسان، لدرجه تم تجربته في المرحله الاولى على مجموعه ديال الحيوانات، ثم فيما بعد غادي يجربوا على الشمبانزي، ثم فيما بعد غادي يدخلوا في تجربته على الانسان. في المرحله الاولى كيف ما قلنا لكم شرحنا لكم في حلقات سابقه كيجربوا على العشرات، ثم في المرحله الثانيه كيجربوا على المئات، ثم في المرحلة الثالثة اللي احنا وصلنا لها اليوم كنجربوه على الالاف ديال الناس. وهذا الشيء باش جيت نقول لكم بانه في السنة ديال 2020 غادي يولي المرض ديال كوفيد 19 بحالو بحال الزكام، غادي نوليو كنتعاملوا معاه فحالو فحال المرض ديال الارواح. يعني غادي يولي واحد المرض اللي حنايا متعايشين معاه، وربما يولي واحد المرض اللي هو موسمي ما كيبان الا في فصل الخريف وفصل الشتاء. وهذا الشيء علاش؟ لان بزاف الناس غادي ياخذوا اللقاح. وهنا المغرب كان ذكي جدا في السباق نحو الحصول على اللقاح، اختار بالضبط الشركة اللي هي موثوق فيها واللي غادي يكون عندها واحد الحظ ديال 99.99% انها غادي تنجز في الاخير واحد اللقاح اللي هو امن وفي نفس الوقت غادي يكون فعال. هنا المغرب ما اختارش اي شركة، مشى عند الشركة الصينية بطبيعة الحال كما قلت لكم عندها خبرة اللي هي طويلة في مجال ديال اللقاحات واللي كتعتمد على لقاحات اللي هي كتشتغل بطريقه اللي هي كلاسيكيه كما قلت لكم، كتخلي المناعه ديالك هي اللي كتشتغل وهي اللي يعني بحال اللي كنقولوا داك اللقاح هو فقط يهيج المناعه ديالك وما فيهش مواد اللي ربما تقدر تاثر عليك سلبا في المستقبل. وخصوصا ملي كنتكلموا حنا على الصينيين فاحنا كنتكلموا على واحد الشعب اللي هو متطور جدا من ناحيه التكنولوجيا من ناحيه العلميه، وعايشين فقط مع الخفافيش والحشرات وعايشين وتعايشوا ربما مع الامراض وعندهم واحد المسار طويل في هذه المسألة. الشيء اللي غادي يضمن لنا في آخر المطاف بأنهما اللي غادي يكونوا السباقين إلى الوصول إلى النتائج، الشيء اللي غادي يخلي المغرب أنه سيعقد اتفاقية مع الشركة العملاقة سينوفارم باش أنه در يعني تجارب سريرية هنا في المغرب ديال المرحلة الثالثة، وبالضبط سيتم إجراء تجارب سريرية وتجربة اللقاح على 600 متطوع من المغرب اللي غادي يكون من بيناتهم المدير العام للأمن الوطني السي الحموشي، واللي غادي يعطيو اللقاح لمجموعة ديال الناس في المستشفى العسكري بمدينة الرباط والمستشفى الجامعي بمدينة الرباط وبمدينة الدار البيضاء. إلى حدود الساعة يعني أعطوهم الجرعة الأولى، تم يعني تتبع هذه الحالات بعد ما أعطوهم الجرعة الأولى لقوا بأن ظهرت عليهم أعراض اللي هي خفيفة ديال الآلام وحرارة اللي هي خفيفة، اللي أصلا هذه الأعراض كتكون عند تلقي أي لقاح كيفما كان نوعه كتبان هذه الأعراض الخفيفة. المرحلة الأولى دازت مزيان في الجرعة الأولى، تم إعطاؤهم الجرعة الثانية وذلك بعد مرور 21 يوم على الجرعة الأولى، ولقوا بأن ما كاين حتى شي أعراض اللي هي سلبية، لقوا بأن الجسم يفرز مضادات الأجسام وبأن اللقاح آمن إلى حدود الساعة وتبين بأنه فعال في نفس الوقت. كتعطاهم الجرعة الأولى كدوز 21 يوم، كيعطيوهم الجرعة الثانية كدوز تقريبا 50 يوم على الجرعة الأولى اللي خداو، 50 يوم على الجرعة الأولى يديروا لهم واحد التحليل ديال الدم، ياخذوا من الدم ديالهم وغادي يصيفطوه الى الصين، ثم غادي يديروا التحاليل باش ان الشركه غادي تخرج بواحد التقرير اللي هو نهائي وغادي تقول لنا واش اللقاح فعال بنسبه 100% او لا. ولكن الى حدود الساعه الاخوه الكرام فكل شيء على ما يرام، الحمد لله ما كاينش اثار سلبيه، تم تجربته على الحيوانات وتبعوا الحاله ديال دوك الحيوانات لقوا بان ما كانت حتى شي اعراض سلبيه ولقوا بان اللقاح يعني فعال الان على البشر، وصلنا للمرحله الثالثه من تجربته على البشر. يعني راه كاين بزاف ديال الدول اللي دخلت في التجارب السريريه، منها الامارات، خليوني نقول لكم الدول بالضبط، منها البيرو، منها الارجنتين، والعديد من الدول اللي دخلوا في هذه المرحله الثالثه من تجربه اللقاح ولقوا بانه فعال وامن في نفس الوقت. انا يعني حسب القراءه ديالي للموضوع كنقول انا عندي ايمان بهاد الناس هادو، هاد الصينيين هادو، لانهم خطار في هاد المسائل ديال الامراض، كل ما يتعلق يعني باللقاحات هادو، هاد الناس هادو متعايشين مع هاد الامور، ولحدود الساعه يعني الامور هي على خير. وكاع الناس يعني اللي تجم تجربه اللقاح اللي مرة تبين بانه فعال وامن، وحنا فقط كنتسناو النتيجه النهائيه، وغادي يكون بعد النتيجه النهائيه اللي حنا عارفين شنو هي غادي تكون، غادي تكون ايجابيه بطبيعه الحال وغادي يقولوا بان اللقاح هو امن. وهنا المغرب غادي يكون عنده واحد الحظ كبير بحكم انه شارك في التجارب السريريه، غادي يكون من البلدان الاولى اللي غادي تحصل على اللقاح، وعلى المدى البعيد سيتم تصنيع هذا اللقاح محليا يعني داخل المغرب، وذلك واحد الشركه اللي هي مغربيه غادي تعقد الشراكه مع هاد الشركه الصينيه اللي تكلمنا عليها. دابا الاخوه الكرام الى مشات الامور كما كنا كنتوقعوا نكونوا متاكدين بان السنه ديال 2021 غادي تكون نهايه ديال الكابوس اللي عاشوا العالم
خصوصا داخل المغرب. وانا كنقول لكم مازال عندي ايمان بهذا اللقاح الصيني، لانه بالفعل كيشتغل بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه وامنه، لدرجه راكم شفتوا السيد المدير العام للامن الوطني راه مشى وتلقى اللقاح. لان بكل بساطه اذا ما قارنا هذا اللقاح مع مجموعه ديال اللقاحات اللي كتصايب مجموعه ديال البلدان، فهو كيشتغل بواحد الطريقه اللي هي كلاسيكيه واللي كتعتمد على المناعه ديالك انت فقط، يحفز المناعه ديالك. فالمغرب في هذه الاوقات اللي كنتكلم معكم كيخطط لواحد الاستراتيجيه اللي هي جد صعبه، واحد التحدي اللي هو كبير جدا. المغرب حاليا كيقول لك في ظرف أربعة أشهر سيقوم بتلقيح 80%، سمعوا معايا، 80% من المواطنين اللي هما فايتين 18 العام. وبطبيعة الحال غادي تكون الأولوية لبعض الأشخاص هما اللي غادي يتلقاو اللقاح، وغادي يكون العدد ديال هاد الأشخاص اللي هما 19 مليون مواطن مغربي من أصل 36 مليون مواطن مغربي. غادي تعطى أولوية الناس اللي خدامين في قطاع الصحة، الممرضين، الأطباء، الناس اللي كيكونوا كيشتغلوا يعني في الصفوف الاماميه هما اللي غادي تلقاو اللقاح بالدرجه الاولى. ثم غادي نمشيو الناس اللي خدامين في الامن بشكل عام، رجال السلطه، الشرطه، العسكر، الدرك، كاع الناس اللي هما خدامين في الامن، هادو بطبيعه الحال لانهم دائما كيكونوا في الصفوف الاماميه. ثم بعد ذلك غادي ننتقلوا للناس اللي عندهم ربما مناعه اللي ضعيفه، بحال الناس اللي هما كبار فايتين 65 سنه، أو ربما الناس اللي عندهم أمراض اللي هي مزمنة ديال الثقة وكثير من الأمور، الناس اللي عندهم ربما كما قلت لكم مناعة اللي ضعيفة اللي يقدر يجي المرض يصيفطوا للقبر. هذاك هو الأول غادي تعطاه الصلاحية أنه يدير اللقاح. من بعد ما يساليو هاد الناس هادو كاملين اللي تكلمنا عليهم، غادي نمشيو الناس اللي هما خدامين في المصانع والناس اللي ربما كيشتغلوا في محيطات اللي فيها تجمعات واللي فيها كثير من الناس كيتجمعوا في ديك الأماكن. وهنا ماشي بعيد، هاد المعلومة مازال ما متأكدش منها، غادي يولي باش أنك تشتغل في قطاعات اللي ربما فيها تجمعات، فحال المصانع، فحال الكابلاج، البلايص اللي فيها تجمعات ديال الناس كبيره، ضروري تكون درتي اللقاح وتكون عندك الورقه انك درتي اللقاح باش انك تشتغل. هاد المساله غادي تكون عاديه وداخله في الاستراتيجيه ديال المغرب باش ان نساعدوا ونضيقوا الخناق على هذا المرض هذا باش انه ما ينتشر. ولكن هذا الكلام كله هو الاخوه الكرام اللي قلنا كيبقى كيواجهوه تحديات اللي هي جد صعبه باش ان المغرب يتم انتاج لواحد الكميه كبيره من اللقاح اللي كتقدر بالملايين ديال الجرعات. هاد المسألة ماشي سهلة وكتطلب اللوجيستيك وكتطلب هاد الدولة هادي تكون عندها معدات اللي هي متطورة، لأن اللقاح بحد ذاته راه ما يمكنش أنه يعني كاين بعض اللقاحات اللي كتوصل درجة أنك خصك تحطها في ناقص 80 درجة حرارية أو ناقص 60 درجة حرارية، يعني لما كانش عندك المعدات باش أنك تستقبل الملايين ديال الجرعات ديال اللقاح غادي يكون من الصعب أنك يعني مشي في هاد الاستراتيجية اللي قال المغرب أن 4 شهور نكونوا 80% ديال الساكنة أعطيناهم اللقاح كيبقى شيئا ما صعيب. حاليا وزارة الصحة راه كدرس هذه المسألة، وكدرس كيفاش غادي تقوم عبر هاد 4 شهور هذه، أشنو هي الطريقة اللي غادي تتبعها باش أنها تقوم بتوزيع اللقاح على المواطنين. وهنا الرسالة ديالي للإخوة الكرام، ما بغيناش نشوفوا شروينة، كيما شنا شحال هذه، لأن منذ بداية هذه الأزمة شنا مجموعة ديال الروينات، غير ديك الورقة الاستثنائية اللي كان كيعطي المقدم، حنا شفنا كيفاش كانوا كيديروا عليها الناس، كيتجمعوا عليها، دخلت فيها الرشوة، دخل فيها بزاف ديال الأمور. في عوض اننا نحاربوا تجمعات ناس عاد ولاو كيتجمعوا، عاد ولاو كيتكجوا، يعني كان واحد الفشل اللي هو ذريع، في تسيير ديال هذه الازمه هذه، باش ما نكذبوش على راسنا، كان واحد الفشل على مجموعه ديال المستويات. حنا وصلنا للمرحله النهائيه حاليا، وعندنا واحد الامل كبير في السنه ديال 2021، عندنا واحد الامل كبير. حنا كنقولوا اليوم المغاربه، اليوم اذا وصلت المغاربه السنه ديال 2021 ومشات الامور كما يجب، نكونوا متاكدين الاخوه الكرام بان السنه ديال 2021 غادي تكون سنة خير وغادي تكون بداية جديدة للناس اللي ربما باغين يخدموا، على راسهم. لأن أنا كنقول الاقتصاد حاليا راه هو نهار، ولكن الاقتصاد ملي غادي يرجع يتحرك كثير من الناس غادي تستثمر، يعني الاستثمار غادي يتحرك بقوة وغادي تكون فرصة للناس اللي باغين يخدموا، الناس اللي باغين يتحركوا، الناس اللي باغين يعمروا جيوبهم، غادي تكون فرصة أنك تخدم، لأن الاقتصاد راه طاح، الاستثمار طاح، كثير من الشركات سدوا، فمباشرة ملي غادي نرجعوا للعمل غادي يتحرك القطاع ديال الاستثمارات. وهنا باش كنقول للناس دير واحد المخطط انه الا كان عندها شي مشروع ولا كذا توجدوا للسنه ديال 2021. ولكن في نفس الوقت حنا كنطلبوا دابا حاليا من الحكومه شيء واحد، فشلتي في مجموعه ديال الخطوات، فشلتي في مجموعه ديال الاجراءات اللي كانت سابقه، حنا كنتمناو يكون نجاح في هذه الخطوه التاليه اللي هي جايه في البدايه ديال السنه ديال 2021، وعلى الاقل ننجحوا هذه العمليه وما نحشموش راسنا ربما مع هذه الشركه اللي هي عملاقه، وهذه الشركه اللي هي كبيره، وكان عندنا يعني الحظ كالمغرب من بين الدول المحظوظه انها تعاملت مع هذه الشركه هذه، فما نحشموش راسنا، تكون عندنا استراتيجيه. راه دابا مازال عندنا الوقت، حنا دابا في شهر 10، شهر 11، شهر 12، يعني عندنا الوقت الكافي للتخطيط واننا نسطروا الامور ديالنا
باش تتم الامور في واحد السلاسه. انا كنشوف المده ديال 4 شهور هي مده قصيره، ولكن هي مده كافيه باش اننا نقوم بتلقيح 80% من المواطنين، كافيه جدا يعني نضبطوا امورنا نخليوها كيف ما كيقولوا يكون ختامها مسك. يعني الازمه دازت، كابوس داز على المغاربه، يكون الختام ديالها مسك وتسالي هذه القضيه ويولي مرض كما قلت لكم كنتعايشوا معاه فحالو فحال المرض ديال الارواح، يولي مرض اللي هو موسمي. الناس كياخذوا عليه اللقاح، وفيما بعد راه غادي يبان الدواء اللي كيتخاد كادويه اللي هي عاديه بدون لقاح بدون اي شيء، لكن في انتظار ظهور ادويه فعاله غادي يكون هذا اللقاح هو الخلاص الحقيقي من هذا الكابوس الذي يمر منه العالم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه، وكنقول لكم نشروا على اوسع نطاق وقولوا لحبابكم وصحابكم يوجدوا راسهم للسنه ديال 2021، اللي عنده شي استثمار، اللي عنده شي حاجه، اللي عنده شي مشروع يعني باغي يديره او شيء من هذا القبيل يوجد راسه، لان السنه ديال 2020 ستكون سنه بشرى خير على جميع المغاربه. الاقتصاد غادي يتحرك بواحد الطريقه اللي هي قويه، وانا متاكد من هذا الامر خصوصا في المغرب اللي عنده بزاف ديال القطاعات اللي هي مطلوبه. وانا كنقول بان الاستثمار غادي يتحرك بقوه، ف يكون عندنا واحد النظره للمستقبل، السنوات اللي هي ماجيه، يكون عندنا واحد التخطيط، ما نعتمدوش على النظره اللي احنا فيها دابا على الاوضاع اللي كندوزو منها احنا فيها دابا. هاد الاوضاع بطبيعه الحال ما غاديش تبقى 3 شهور 4 شهور 5 شهور على ابعد يعني تقدير، صافي ستنتهي هذه المساله. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق، خليوا لي الراي ديالكم لانه يهمني في التعليقات، بغيتكم تقولوا لي شنو الراي ديالكم في المساله، شنو الراي ديالكم في الاجراءات اللي خداها المغرب. والى هنا الحين كنقول لكم نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.